it funny, the land of milk and money flows. Yeah, while you're sitting pretty in a trance, let the city blow. Don't believe it when it shows. And you say you're looking through your shades with a critical gaze. It's not something that you said that left you disconnected. I'm just crazy. اختبار قوي امام الفريق اليوم. الجماهير بالتاكيد تفكر في هذه المباراه وتعرف ان الفريق يحتاج الى الدعم اليوم، لانه النتيجه راح يكون لها قيمتها الكبيره في استمرار الفريق في الصوره وفي البطوله وعلى المدى البعيد. راح يلاحظ الجميع ربما تاثير هذه المباراه على قيمه الفريق وعلى اسمه وعلى مركزه بين الانديه. يهم ان يستمر فتره اطول في البطوله. هؤلاء المشجعين أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه، شيء غير عادي. لم تبح بها المباراة بعد. تمريرة بينية تبدو خطيرة. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب محمد صلاح. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. الكرة ملعوبة من مسافة. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى السرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يستعيد الكرة بشكل سريع. نيمار هجمة مرتدة الآن عند المساحة الخالية على الطرف. ضربة رأسية تبدو سهلة في الملعب لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. ويني تعرف هو صاحب الضربة الأولى. انتهت الهجمة الواعدة مبكرا. يحاول تمريرها من بعيد. يسجلون مرة أخرى. أي تألق في مباراة اليوم، أي روح عالية، أي قتالية. توقيت مثالي للتحرك واستقبال كرة. ضرب خط الدفاع لم يقع في التسلل. توقيت هو مفتاح هذا الهدف. ويتعب يتقدم بهدفين الآن. يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة. واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة. تقريبا يمكن القول انها في اتجاه واحد. فرصة خطيرة، هنا كرة نحو الامام لكنها لا تصل بالشكل المطلوب. تمريرة جميلة، لمسة بينية. يلعب عرضية داخل ال 18. موجود لابعاد الكرة. مرت الكرة بشكل جميل. يبعدها عن مناطق الخطورة. تعود الكرة إليهم مرة أخرى.
تشيلويل، نيمار يستلم الكرة من الخلف، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. مبابي، بينية رائعة، كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة ولكن التنفيذ لم يكن جيد. كريستيانو رونالدو، يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، يسدد الكرة المرتدة، وتسلل آخر. صافرات نهاية الشوط الأول، على هذا التألق، على هذه السيطرة. مع صافرات البداية لباقي هذا اللقاء. ماركينوس، دفاع صلب لا يمزح ابدا. الان امكانيه المرتده فاتت ومرت وصلت اليه. مبابي، مرت الكره، نيمار، والهدف ياتي. اي مهاره، لقطة خيالية، كرة جميلة، هدف لا يسجله إلا الكبار. عندما نكون لاعب يولد داخلية في استغلال الفرص، كرة في منتهى الروعة. يواصلون اللعب والمحاولات، أصبح الفارق هدف وحيد الآن. بإمكانه إبعاد الكرة. اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. أبعدوها. نيمار لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة. يلعب كرة على اليسار. عدت الكرة، يحاول إيصال كرة إلى الأمام، لكن كرة خاطئة لا تمر. تشاوميني، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. مبابي، الله، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود الحرة بأفضل شكل ممكن. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. البرتغال كان في بعض التسرع هنا، لكن تكرار المحاولة راح يكون أفضل بالتأكيد. واضح النهج الجديد في الهجوم. الآن تقدم جيد. كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. كرة رأسية في أفضل مكان، لكن النهاية لم تكن ناجحة. تجاوز ولعب كرة عرضية كان يمكن تفاديها، لكن الدفاع لديه مشاكل في مباراة اليوم، بعض المواقف تؤكد لك ذلك. تدخل في توقيت حاسم، يلعبها لمنطقة الخطر. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. يلعب كرة بينية. ويليتارو، أكيد يرغبون في تعزيز التقدم وعدم التراجع والدفاع فقط. هدف آخر راح يخلي الفريق يلعب بأريحية أكبر، ولهذا رأينا هذه الفرصة. لمسة على اليسار. تمركز أهم صفة للمدافع. توقع ممتاز هنا. بيلينغهام. البرتغال مستعجل بعض الشيء أمام المرمى. الوقت يمر ويضغط على الفريق بالتأكيد لإدراك التعادل قبل النهاية. والآن تهدئة الأمور حتى تنتهي المباراة ويخرج منتصرا من الميدان. هذه لعبة كريستيانو رونالدو. أخطأ لكنها مرت بسلام. جولة في اللقاء. نيمار. يبعد الكرة بعيدة عن المرمى. يتواصل. انتهى كل شيء مع صافرة النهاية. يوم للنسيان. ويليتارو بإمكانه الاحتفال الآن بعد أن نجح في الاختبار وخرج منتصرا من هذه المباراة. ويليتارو يستحق الإشادة على ما قدم في مباراة اليوم. بالتأكيد الفوز يعزز الثقة أكثر ويؤكد أن الفريق قادر على تقديم مباريات كبيرة والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية.
شكرا جزيلا لكم على متابعتنا، انتهت تغطيتنا، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة. Announcement today that memorabilia from today's match is now on sale in the Stadium Bowl.